معارك الشمال السوري وهجوم النظام على إدلب لا يقطع طريق سوتشي الروسية. أما ستانة فاستحالت مناطق خفض التصعيد المرسومة فيها إلى مجرد حبر على ورق. اشتباكات ومواجهات لم تهدأ في إدلب ومحيطها بين قوات النظام السوري المدعومة بغطاء جوي روسي وفصائل المعارضة المسلحة. النظام استعاد عددا من القرى والمواقع في محاولة للوصول إلى الجبهات الشرقية من مطار أبو الظهور في ريف إدلب الشرقي والواقع على الحدود الإدارية مع محافظة حلب. من جهتها أعلنت المعارضة المسلحة استعادة سيطرتها على نحو 10 قرى بريف إدلب وعدة قرى بريف حما. الله أكبر! أما الترويكا التركية الروسية الإيرانية فتتحضر لمؤتمر سوتشي عبر اتصالات هاتفية بين أطرافها، حيث بحث سيرجي لافروف مع جواد ظريف الاستعدادات لجولة المقبلة من المفاوضات. وبدوره وجد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في التصعيد العسكري الأخير في ريف إدلب ودمشق نذير نهاية لمؤتمر سوتشي قبل بدايته. أردوغان وفي اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شدد على أهمية وقف النظام لهجماته ضد المدنيين في إدلب والغوطة لضمان نجاح سير المفاوضات المرتقبة في سوتشي. كلام أكده رئيس الوزراء بن علي يدرم الذي حذر من موجة نزوح جديدة في إدلب وريفها. الهجوم على إدلب لن يقود إلى أي شيء سوى إحباط جهود السلام وإجراءاتها في سوريا، لذلك بات من الضروري والملح لإيران وروسيا تحذير النظام السوري لوقف هذه الهجمات العنيفة على إدلب. التصعيد العسكري الأخير على جبهات إدلب وحما وريف دمشق لم يمنع موسكو من الاستمرار في التسويق لحلولها للأزمة السورية، حلول تبدو أنقرة مسلمة بها رغم نبرة الاعتراض على ما يجري في الشمال السوري، لتفقد المعارضة مزيدا من هامش مناورتها السياسية والعسكرية رغم نقدها المستمر لمؤتمر سوتشي والقائمين عليه.